حلو قوي، حد فجر السفينه بالديناميت وجالي علامه استفهام وعلامه تعجب، معنى كده ان في حد ساعدني. اوعى. كويس 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 يا جدعان، انا عامل اداء مذهل. هنا ايه؟ اتنينات ولا قد ايه؟ اه دي اللي كنا عندها. ماشي ماشي ماشي. اوعى سمك القرش. هو ما بيهداش ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه ماله؟ كويس كويس كويس. اوه فاضل كام صندوق؟ هو احنا كده النهايه قربت، السنه دي بقت قليله. ماشي ماشي ماشي، يلا تعالوا. كويس كويس. لا ماشي بقى، المفترض ايه؟ كل حاجه بسرعه بقى زي ما انا قلت كده. حلو كده كده، ونرجع لدي كده كده. ايه ده؟ طيب احنا المره اللي فاتت وصلنا عند الزمن الجليدي ومع اول مرحله فيه، عاملين يا جماعه ايه الاخبار؟ طبعا كان معانا ازاي اللي هو اسمه ايه؟ الشاي الانجليزي، مش عارف يعني ايه؟ افترض يفتح لي كده حاجه للثلج يعني، مش عارف. المهم احنا في البعد ال 11 في سنه 1954، ويلا بينا. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي. ايوه رجعنا بقى ل 1954 البعد ال 11. لفيتني الى الماضي، لكن هذا منحني وقتا للتخطيط لتدميرك. هو 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 كمان معانا الجبل. لا تتجمد في الطريق. احنا الاثنين كده في ال 1954. حافل بالمعارك، كم مرة هزمتم ذلك المهرج؟ ثلاث. حقا ثلاثة؟ غريب، بدت أكثر. ماشي ماشي، يلا يا عم أنت مكسح ليه كده؟ أيوة بقى 153 صندوقا. ماشي وي يس، يا عيني على السلو موشن. ماشي بسرعة بقى. حلو 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 حلو. انا كل لما احترف حاجه تغيروا الموضوع خالص ليه؟ ماشي هلحق هلحق هلحق. كويس هنا مش بوقت. اوعى لا الجليد ده صعب يا جدعان. يلا بسرعه يا عيني يا عيني. انا جاي في حاجه سبتها؟ مفيش حاجه سبتها. بص شفت الزحلقه ولا ايه؟ ماشي ماشي. حلو. ولا ولا اوه الزحلقة بتديني دفعة قوية أزيد من الحاجات العادية. ماشي ماشي. هان يا وصلت الاستفهام اهو. كويس كويس ماشي كويس ماشي كويس. حتى الآن بالشاي الإنجليزي ده 35 صندوق. اه هستخدم بقى صح. يا جدعان لعبه جامده جدا يا جدعان، تعمل كده وتطلع تجري. اه ايه ده؟ اه ايه ده؟ في صندوق فوق. ماشي كده. بسرعه. طبعا ما في الهزار الرخم ده. ماشي ماشي. يا سلام يا سلام كده. ثلاثة وثلاثين من ثلاثة وثلاثين. يا عيني يا عيني يا عيني. حريف يا جدعان، حريف بالفطرة. يلا بينا يا عمي كراش. خد يا لا يا جدعان. خلاص خلاص الاحتراق خلاص. ولو بص الصندوق مستخبي قال يعني انا مش شايفه. ها عيب عليك. ولا حلو قوي، حد فجر السفينه بالديناميت وجالي علامه استفهام وعلامه تعجب، معنى كده ان في حد ساعدني. غالبا كورتكس لان هو اللي بيضحك، مش عارف.
ان هو هيساعدني في الجزء ده. ممكن تكون تاون انا مش عارف لسه، هنشوف لما يجي وقتها. كويس كويس، يا سلام يا سلام. شريط ذكريات حبيبي، 79 صندوقا. حلو قوي. ماشي ماشي ماشي، تعالى اللي جنبه. في بقى صندوق رزل هنا. ايوه ولا ايه؟ حلو 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 حلو. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ها ها ها. في بقى جوارة مخفية فوق هنا. اهي كويس كويس كويس. نروح بقى للراجل الطيب ده. ازيك يا عم؟ انا اسف معلش، انا فوق. بص واقف جنب النار يا عيني بيتدفى وبتاع، وجيت انا ضربته كده. ينفع كده؟ ينفع؟ ما ينفعش يا جدعان. كويس، نروح لده ناخد. حلو، مفيش حاجه تاني. تمام، نعدي على التلجايه دي كده كده، ونيجي هنا. خابين في حتت غريبه. انا مش شايف يعدل الزاويه يا عم. اوعى تشيك بوينت. معايا 105 صندوقا. ايوه رجعنا تاني. ماشي، صندوق فوق. تمام السلام عليكم. ماشي، صعب. خلوا في صندوق فوق. ماشي عادي، ولا يهمني عادي كده خلاص. وهنا مش عايز دول اهو. تلاتة تلاتة تلاتة، يبقى لازم بسرعة. ماشي يا جدعان يا جدعان، خلاص خلاص. فو ولا الماسك راح مني. كويس ماشي، قربت. سلامة. شيك بوينت. ازيك يا عم راجل عجوز؟ جاب لي بادي جارد. حلو، نرجع بقى. اثبت كده مكانك، امسك نفسك امسك نفسك امسك. ولا حلو، يا نهار ابيض على الزحاليق. خدني يا عم جنبك. كويس، اذا كان معاه صندوق. اوه ماشي كده، في يمين وفي شمال، مش عارف ابدا بايه. طيب يلا بينا. كويس، في لسه الجنب اليمين هناك خالص. السلام عليكم. كده 133 من 153. طيب طب ايه؟ طيب الحمد لله. يلا اعمل مركب، تعالى. حلو جدا، حلو. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ في السنه دي جوه اهي، مفيش تاني خلاص. تمام. صعب يا عم. ماشي، ضيعت بادي جارد على الفاضي، مش مشكله. كده كده المرحله خلصت خلاص خلاص خلاص. تعالوا. ايه ده؟ 151 153. اهم حاجه عندي القطعه الاثريه، القطعه الاثريه. جبت القطعه الست جواهر والقطعه الاثريه. يا عيني يا عيني يا عيني. بس ما فتحليش زي، قال لي محتاج 7 جواهر المره دي. يبقى اسمه ايه ده؟ الحاجات دي بقى لازم العب وضع معكوس عشان افتح الازياء. الازياء بقت صعبه جدا.
بس فتحت شريط الذكريات وعملت كل حاجة كل حاجة. يلا بينا اللي بعده. ايوان ايوان بنروح لشريط الذكريات. يلا بينا نشوف مخبلنا ايه. صناديق العد التنازلي. اه انا هستخدم فيها الزمن دي كمان. جامدة دي. كورتكس الاحمر لا يعرف اننا نتآمر من وراء ظهره. اه ايه مش فاهم. ماشي هو ليه قعد وقت طويل جدا كده لغاية ما روحوا. اه ده انا دي اجيب بيها دي. ماشي حلو بدأت افهم شوية بشوية. ايه ده راح عليا كده يا ولاد اللذينة. آه. ماشي ماشي ده نجيب ده وده. ماشي وده حلو وبعدين اوه ماشي دول حلوين دول سهلين. هي حتى الان سهلة يعني. اه ده لسه فيه بكمل حبيب قلبي انا لازم بسرعة. كويس اوه في حاجة فوق. طيب وانا مش شايف ده انا هروح وارجع وبعد كده هنزل تحت وانزل تحت كمان. جامدة. ايه ده لسه مكمل. علامة الاستفهام لسه ما جاتليش. علامة التعجب لسه ما جاتليش. ده لغاية تحت خالص. جامدة. يلا بسرعة اركز هنا. يلا هنا 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 ما نطيتش بس جميلة جميلة. ماشي رجعنا تاني. انزل هنا. اوعى. ماشي. اوعى كده. حلو جدا ننزل كده. ماشي ننزل كده. ايه ده؟ آه دي ليها وقت. يعني مفترض علامة علامة التعجب لسه ما اشتغلتش. لا ايه ده ملهاش دعوة؟ ولا ليها وقت كبير جدا؟ مش فاهم. طيب هو عامة احنا ممكن ننزل كده ونعمل كده وكده. ماشي اه ما دي لسه معانا دي. اه دي تاتا تاتا يا ولاد اللئيمة. الحمد لله. ماشي يا ولد يا ولد يا ولد. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ لا 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 دول واخدوا اللعبة لناحية تانية خالص. مش كده مش كده. ده يخليك تجرب كل حاجة في اللعبة قبل ما تاخد أي خطوة. ماشي يبقى كده. اوهوهو طب وهعدي ازاي أصلا؟ ده بص لسه علامة الأي لسه ما جاتش. أنا كده بتفعل حاجات تانية. اه في سكة من الناحية التانية يبقى أنا. اه يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. اه ايه ده طب انا هجيب دول ازاي؟ اه لا ونزلت مش هعرف ارجع. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا عيني يا عيني. طيب حلو عشان ايه برضه اخفف على نفسي. مستحيل مستحيل. بسم الله. ايوه كده ايوه كده ايوه كده ايوه كده. يلا بينا. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ ماشي بسرعة يعني. بس في حاجات تانية لسه هناك هكملها. يلا بينا. ده بيعمل ايه انا مش عارف.
حاجه فوق خالص. خلاص ده بص في صندوق جنبي اهو يا ولد اللعيبه. بص الصندوق اللي جنبي على اليمين ده اللي مستنيني. طبعا الناحيه الشمال. لا ده ملوش دعوه بالناحيه الشمال. اوعكم ليه دعوه باللي هناك خالص. لا حرام حرام. هنشوف هنشوف. ايوه شوف ده كده. ايوه هو هو. الحمد لله الحمد لله. طب انا ايه هفضل اكسر الصناديق دي كلها ازاي؟ يا جدعان شريط الذكريات اصعب من المرحله نفسها. ده ايه ده؟ اجري يا عم. كويس ايوه. استنى عليك. حلو. كويس. ايوه ايوه. تشيك بوينت. دي مش النهايه. 118 ده لسه ما وصلتش لنص السنه دي. يا حرام. ماشي ماشي ماشي. ولا كويس. تشيك بوينت الحمد لله. ده حديد. ده انا فكرته صناديق هاخدها. لازم بسرعه كمان. طب ما انا عندي فكره احسن. احنا ممكن نعمل كده اهو. بس ملهاش لازمه اللي تحت دي. ايوه ايوه. هو حلو. لا اريد ان ازيل امعاء البانيكوت من الارض مجددا. ده بيعمل ايه ده؟ بس ماشي. كويس كويس كويس. سهل سهل. نخلص منه الاول. ونموت. هنا بقى نعمل ايه؟ نبطل فزلك. نعمل كده. ايوه حلو. ولا انا خطفت صندوق صح في الاول؟ دي ما جاتش في دماغي. ليه؟ ايه ده؟ طب ازاي هجيبه؟ ايوه ازاي هجيب ال تي ان تي ده؟ كده؟ حلو فاكر. ماشي يا سيدي. ده ليها استخدام تاني يعني. كده كده. لا بلاش استخدام تاني. كده اوه. هذا الصندوق. طب ده فين الصندوق ده؟ ست امه فين؟ كده كده. فين الصندوق بقى؟ فين فين الصندوق اللي انا سبته؟ يا جدعان فين الصندوق؟ طب يمكن لازم الاثنين دول بقى. بس هو واحد هيفرق. هو ده صح. هو ده هو ده هو ده هو ده. كويس كويس كويس. نعمل ايه بقى؟ نعمل كده. كده حلو حلو. حلو اخدناه. بالسلامة على. يلا بينا. انزل انزل. هو المشكلة ما جاش في دماغي ان هو هيعمل كده، لانه قلت كده كده هينفجر مع المتفجرون. 301 من 301 يا جدعان. ايه ده ايه ده؟ صعب قوي بس ممتعه جدا. انا بحب شريط الذكريات صراحه. اجمل الاضافات اللي اضافوها. 301 من 301 يا جدعان. نرجع للمراحل العاديه السهله. المراحل العاديه بقت هي السهله. ماشي نرجع. تعالى تجمد في مكانك. يلا بينا.
يعني في حاله لو نسيت تحط لايك وكده بقى انزل حط لايك واعمل اشتراك لو ما عملتش عشان تتابع الجديد اللي جاي. ايوه بطريق مالك سعان، بص الراجل فرش كرشه. الجزء الاول لما خرمت الكراش كان بيعمل هنا منظر مقرف، فانا لغيت لكم على طول اهو. يلا بس هو علاقه انت تخيل اللي هو جاله برد يعني. شكرا. ماشي كام صندوق؟ 137 صندوقا، كويس عدد الصناديق مش كتير. ده شريط الذكريات جاب لي 300، ما بيهزروا يا جدعان، يعني شريط الذكريات 300 والمراحل ب 100 وشويه. يا سلام. واقف. اوعي. حلو. ايه ده؟ مش انا قلت انا مت والله. ايه استنى. ايه؟ اطلع يلا. ايوه بقى. السلامة. ايه السلام دي؟ الصندوق اللي متعلق فوق ده. يا عيني. استنى لك. ايه ده؟ ودبريري. الحمد لله. تشيك بوينت. يمين ولا يمين؟ تيمن. هو هنمشي يمين ده الصح؟ ايه؟ حلو. الراجل ده لما بضربه الاثنين اللي معاه بيموتوا. ومعاه ايه يا بودي جارد؟ حلو جدا. وسع كده بعد اذنك. يلا بينا. يلا. جاي لك يا عم القناع. ينفع امشي بيه؟ لا. بس هو في صندوق بس هنا صغنطر كده هاخده. يلا بينا. كده 52 صندوقا، حلو جدا. ايوه ماشي. انزل تحت. حلو. مش شايف كويس. حلو. اوعي. يا جدعان 65 صندوقا. الاول بس في صندوقين هنا. ايوه كويس. ماشي كويس. انتوا رايحين فين بس؟ سكتكوا ايه؟ جبنا جوهرتين من الحاجات اللي هي التفاح. ماشي اطلع يلا. ملناش دعوه بالزحلقه دي، خلينا احنا زي الفل كده. اه ماشي. اوعى. يا سلام. اوعى. اطلع يلا. ماشي. اديني دفع قوية يا عم. برضه طب افضل كده كتير. لا اله الا الله. طب هلف في الهواء. طيب برضه ما فيش فايد. كويس. ولا يا ولاد اللذينه. حلو. انزل فين بقى؟ ما انا ارجع تاني. ايوه. وريح دماغي. ماشي في صندوقين فوق اهو، هنلف لهم. اوعى. طيب ما كنتش بالي. اوعى. استنى يا جدعان، مش عارف اروح لعلامه الاستفهام، علامه البونص مش عارف اروح له. طيب معايا بودي جارد، ما يروحش بس. الحمد لله راح. يبقى معايا واحد تاني. كويس. ماشي. حلو. انا معايا اللي هو بتاع اللي بيبطئ الزمن ده. دي انا فاكرها. ماشي يلا. اوعى. عيب عليك يا باشا، اتعملت فيا قبل كده. مفترض ابطئ الزمن. انا فكرت انا دوست سرعت الزمن، انا مفكر نفسي بطئت الزمن. دلوقت البادي جاردين في البونص، مش مشكله. فاضل 27 صندوق. اوعى. شيك بوي. طب استنى في الاول فوق. ماشي في صندوق اهو، معنى كده هلف لهم. ماشي. اوه
سلك الذكريات تاني. اوعى جوهرة. معيش اوعى. كويس 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 يا جدعان، انا عامل اداء مذهل. هنا ايه؟ اتنينات ولا قد ايه؟ دي اللي كنا عندها. ماشي ماشي ماشي. اوعى سمك القرش. هو ما بيهداش ليه؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه ماله؟ كويس كويس كويس. خد كام صندوق. هو احنا كده النهايه قربت، السنه دي بقت قليله. ماشي ماشي ماشي. يلا تعالوا. كويس كويس. طيب انا عدت المرحله كلها من الاول وما موتش ولا موته، ضعت بدجردين برضه بنفس الغباء. المهم دلوقتي بقى نيجي عند مش عارف هنعدي بقى من هنا مش عارف ازاي. ايوه 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 بس. ايه ده النهايه؟ يعني انا عدتها كلها عشان الحته دي؟ مش مشكله مش مشكله، جبت ست جواهر وجبت الانسانيتي، كملت المرحله. ايه ده؟ وبرضه عشان افتح الانسانيتي دي اهم انسانلي ولا انسانيتي ايه؟ بس بيطلبوا مني ان انا اوضع المعكوس عشان افتح بقيه السكنات. المهم تعالى نشوف شريط الذكريات هيبقى عامل ازاي. تمام لسه في مراحل ثانيه. الدببه في كل مكان. حلو ده بتاع الدببه ده. ماشي ماشي ماشي. تعالى بس نشوف الاول شريط الذكريات. يلا بينا الفحص الاولي لدوامة كورتكس. سجل التجربة، تجربة الباند كود الأخيرة. ماشي هو 190 صندوق. وايه ده بقى؟ بيبدأ كده على طول. أكمكم رفاء التجارب في هذا الوقت القصير. ماشي ماشي ماشي. ده لازم استنى يا ولاد اللعيبة. يعني انا ما اجريش كده وخلاص، انا فكر نفسي سريع بقى وبتاع. يا ولاد اللذينه، يعني هم انا اسرع منهم فلازم ابطا نفسي شويه، افضل كده معاهم شويه مثلا. ماشي لسه هنعرف تاني برضو. ماشي كويس. فاتني فاتني وراح. لازم اعمل اسمه ايه ده؟ التي ان تي الاول بعد كده علامه الاستفهام. لا جميله الافكار، جميله جدا الافكار، فيها ابداع ما حصلش يا جدعان. ماشي كده اعمل ده الاول. يا عين يا عين يا جدعان. طب انا هجيب الاول ازاي ده؟ يا ولد القرده. يا جدعان لما اقول لكم ان اللعبه دي اجمد لعبه انا لعبتها في حياتي، الكلام ده مش من فراغ. ايوه يا عين، ده في صناديق فوق. طب حصل لها ازاي فجاه؟ حرام والله. حصل لها طبعا ازاي؟ ده تشيك بوينت. انا مش عارف هي عدت معايا ازاي اصلا. الحمد لله ان في تشيك بوينت، مش مشكله ان انا ما خلصتش المرحله. ما في تشيك بوينت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماشي 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 ماشي. حلوه حلوه حلوه. ماشي يلا بينا تاني تاني تاني. كده مثلا. تصدق منطقيه اكتر، بس لازم الحق بسرعه. ماشي ماشي حلو يلا بينا. والست صناديق دول ما اهتمش بيهم قوي ان انا اخلصهم بسرعه، لا على مهلي عادي، لان هعدي من فوق كده كده كده
وراح للتي ان تي كده وراح للاي كده برضو ولا وراح للتي ان تي التانية. ايه ده؟ طب وبعدين هعدي ازاي؟ لازم برضه ابقى سريع يا راجل. يا لهوي ايه الجمدان ده؟ ماشي اهو اهو حلو قوي السرعه المره دي اهو اهو. وبرضه تي ان تي دي هستنى شويه. هو بيهزروا؟ ماشي بقى المفترض ايه كل حاجه بسرعه بقى زي ما انا قلت كده. حلو كده كده ونرجع لدي كده كده. ايه ده؟ حلو كويس كويس كويس. كويس 190 من 190. عمل رائع كراش. انه وقت الترقية يا جدعان يا جدعان. الفكرة ذكية جدا 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 ان انت تعمل هو مرة واحدة بس حرف الاي ويفضل ماشي معاك من اول مرحلة لاخرها وتلم بيها 190 صندوق وتعدي بسرعة وتبطأ رهيبة 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 اللعبة دي. كل ما ده كل ما اكتشف فيها حاجات خزعبلية. يلا بينا مفترض بقى دلوقتي هنروح على الدببة في كل مكان، ولكن ده هيبقى المرة الجاية ان شاء الله. كفاية كده النهاردة اعصابي باظت يا جدعان. ده شريط الذكريات بس لوحدها. ايه ده ايه ده؟ انا فاضل قد ايه كده في شريط الذكريات؟ انا فاضل لي شريط واخلصهم صح؟ لا ده لسه في صف تحت كله كامل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شرايط. بس المره دي مرسوم بصوره كوكو بقى، فغالبا هيبقوا بكوكو. ماشي خلصنا كراش. لما نشوف كوكو هيعمل لنا ايه بقى. المهم احنا دلوقتي وصلنا هنا عند الدببه في كل مكان، ونجيب بقى كراش العادي بقى. كراش العادي وحشني بس ده المره الجايه ان شاء الله. وهي بس كده خلصنا النهارده. ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديو اللي فاتت والسنه الفيديو اللي جايه. يلا سلام.